احنا بنعد الطالب ان ممكن يبقى قائد قطار او فني ميكانيكي ديزل او فني كهربا ديزل. المرحله الثالثه والاخيره عن طريق البالي فلتر. دول طلبه المعهد العالي لتكنولوجيا النقل عندهم برنامج تدريب الصيفي. دول تخصص وحدات متحركه. يعني تخصص وحدات متحركه ده يعني حضرتك احنا بنعد الطالب ان ممكن يبقى قائد قطار او فني ميكانيكي ديزل او فني كهربا ديزل. يعني الطالب بيدرس في المعهد ممكن يعد للثلاث، ممكن يطلع قائد قطار او فني ميكانيكي ديزل او فني كهربا ديزل. فده برنامج الصيفي لتدريب الطلبه. الباشمهندس مجاهد بيشرح لهم كهرباء الجرارات، دي مجموعه من ضمن المجاميع. يعني المجاميع الطلبه متقسمه على مجموعات، دي مجموعه من ضمنهم. تعريف المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في معالي الوزير لما جه مسك الوزاره 2019 كان في مدرسه فنيه بتاخد من الاعدادي. فمعالي الفريق لما جه زار المعهد وشاف المدرسه حضرتك ادى تعليمات بغلق المدرسه وانشاء معهد تكنولوجي، علشان طبعا الهيئه كانت تعليمات القياده السياسيه انها داخله على مرحله تطور. فكان الهدف ان نجيب طالب، نعمل معهد فني متوسط، نجيب طلبه ثانويه عامه علم رياضه وخريج الدبلومات الصناعيه، الدبلومات الفنيه 3 سنين كهرباء وميكانيكا، بحيث يبقى فيه طالب فكر اعلى يقدر يستوعب التكنولوجيا الحديثه اللي ممكن يدرسها في المعهد. كان في البدايه حضرتك المعهد كان فني فوق متوسط سنتين. شهر 2 2022 صدر قرار بالمعهد يتحول معهد لمعهد عالي لتكنولوجيا النقل. فدلوقتي حضرتك احنا شغالين دلوقتي في معهد عالي لتكنولوجيا النقل. ومين طلب في المعهد؟ حضرتك عندنا تخصصين في المعهد. تخصص وحدات متحركه اللي هي الطلبه اللي هي بتدرس هنا، وفي طلبه اشارات كهربائيه اللي هم برضه بياخدوا دوره تدريبيه دلوقتي في المناطق على الابراج وعلى نظم الاشارات الحديثه. الهدف برضه الاسمى اللي هو معالي الفريق نبهنا ليه، ان العنصر البشري يتطور من العنصر البشري. بدل ما كان ممكن قائد قطار كان بيبقى معاه اعداديه او بتاع، لا دلوقتي قائد قطار لازم يبقى فن كروس تكنولوجي، راجل مهندس تكنولوجي، وده اللي بنشتغله مع الطلبه. حضرتك المعهد عندنا احنا عاطين له برنامج، الطالب بيصحى من الساعه 6 الصبح له برنامج لياقه بدنيه، جايبين له 2 مدربين بيحضر ساعه لياقه بدنيه عشان يبني جسمه، يطلع ياخد يطلع الاوضه بتاعه يغير، ياخد دوش، ينزل البرنامج بتاعه، يكمل فطار، يحضر البرنامج الدراسي بتاعه لحد الساعه 3. فده محطوط له برنامج، الهدف منه ان نخلق منه طالب، ننشئ طالب يعني متعلم ازاي الانضباط، ازاي ينفذ التعليمات دي كتعليمات القياده السياسيه والمعالي الفريق، ان الطالب يلتزم. يعني طالب المعهد عارف يعني ايه التزام، يعني ايه تدريب، بيتدرب على اعلى مستوى. عندنا دكاتره لواءات كانوا بيدرسوا للطلبه كانوا في الفنيه العسكريه، اصطف تعليمي دكاتره. فالحمد لله يعني الطالب بنحاول بنعده اعداد عالي بحيث يخدم البلد ويخدم الهيئه فيما بعد. طريقه الالتحاق بالمعهد، هو المعهد طبعا تابع للتعليم العالي وهو بيخضع للتنسيق. دلوقتي احنا حضرتك بناخد طلبه الثانويه العامه علم رياضه ودبلومات الفنيه 3 سنين كهرباء او ميكانيكا، دول التخصصات اللي هم لهم حق للالتحاق بالمعهد. الالتحاق عن المعهد عن طريق التنسيق، حضرتك الطالب بيخش اسم المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان جيزه موجود في القائمه الموجوده في التنسيق الجامعي، بيختار المعهد حضرتك، بيجي له جواب الترشيح. بعد ما بيجي له جواب الترشيح بيجي لنا المعهد، بيجي المعهد بيتولى بقى عن بيخضع لاختبارات لياقه بدنيه، اختبار سمات، اختبار كشف طبي كامل في مستوصف الهيئه. يعني اختبار كشف طبي كان اختبار تعيين، كان الطالب هيتعين، علشان الطالب ده حضرتك بيتصرف عليه في الهيئه، ما يجيش بعد كده
يبقى عنده اي مشكله صحيه، فلازم يخضع لاختبار طبي كامل شامل كاني اختبار تعيين بالظبط. وبعد كده في بقى اختبار سمات واختبار هيئه كشف هيئه، عشان الطلب برضه لازم يكون عنده قدر من الثقافه علشان يقدر يتعامل من يتعامل مع التكنولوجيا اللي هيدرسها في المعهد. حضرتك دلوقتي احنا برضه علشان بنبعت لمكتب التنسيق، احنا بناخد مثلا 100 طالب، بنبعت للتنسيق بنرشح لنا 250 طالب، بنستنقي منهم الطلاب، لان حضرتك في طلبه بتقع في كشف طبي وارد، يعني كشف طبي كشف اللياقه البدنيه برضه لازم يكون بيجتاز ضغط بطن جري وزب، الحاجات دي لازم يجتازها، برنامج محطوط ولازم يجتازه. لو احنا خارج القطاره زي ما احنا واقفين كده هنقسمه لست كباين، يعني انا خارج الجرار انا عندي ست كباين بتكون الجرار، كباين اثنين كابينه للقياده، كابينه رقم واحد وكابينه رقم اثنين. طب انا خارج الجرار اعرف كابينه واحد من اثنين ازاي؟ احنا قلنا كابينه واحد بيميزها اكبر حجما، فيها سكينه البطاريات، فيها مجموعه الاوفرلود، دي تعتبر الكابينه الرئيسيه للقياده. طيب الكابينه الخلفيه ورا منها مباشره مجموعه الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه، كل السيجنالز كل الاشارات اللي بتصدر من القاطره باكملها بيتم تحويلها للكابينه الاجهزه الالكترونيه، ثم للسكرين للشاشه بتاعه الكمبيوتر علشان تديني بيانات اقدر اشتغل عليها. طب خلفها كابينه المولد الرئيسي وفوق منه المولد المساعد. طيب الكابينه الرابعه اللي احنا واقفين قدامها دلوقتي اللي هي الانجن كاب، اللي هي كابينه المحرك. احنا قلنا عندنا محرك 12 سلندر فور ستروك دوره رباعيه بيخرج لي قدره حصانيه عاليه تصل الى 4200 حصان تقريبا. بعد كده الكابينه الخامسه اللي هي كابينه الريديتير او الريديتور كاب، ودي فيها الريديتير الخاص بتبريد مياه التبريد ومروحه التبريد، هي مروحه واحده متعدده السرعات، وتحت منها في عندي اثنين كومبريسور حلزوني او سكرو كومبريسور. وبعد كده خلفها كابينه رقم اثنين اللي هي كابينه القياده رقم اثنين. تمام. بعد كده اتكلمنا على وضع المحرك، الجهه الشمال بتاعته ازاي احدد الشمال من اليمين، وازاي اعد السلندرات. احنا كنا في الجرارات الهنشل بنقول 1 2 3 4 بنقول 12، انما في الجرار الجي احنا بنقول 6 رايت ال وار ليفت ورايت، 6 شمال و6 يمين. بنبتدي نعد من عند الفري اند او النهايه الحره، بنقول 1 2 3 4 5 6، وبروح للجنب الثاني اعد اقول 1 2 3 4 5 6. ايه الفايده؟ ايه الفايده ان انا عرفت الشمال من اليمين؟ يبقى انا لو شغال، لو انا دلوقتي طلعت انا راجل مفتش على المكنه، فتشت على الجرار، قلت المشكله اللي عندي في سلندر رقم 4 رايت 4 يمين، هاجي لزميلي اقول له احنا عندنا النهارده هنشتغل في سلندر رقم 4، هيطلع هو اشتغل في 5؟ لان ده امر اصبح متعارف عليه، وزي ما احنا اشتغلنا مع بعض دلوقتي وشفنا ايه طريقه فك وتركيب او تغيير الانجكتورز او الرشاشات، ويمكن انتوا كلكم حطيتوا ايديكم معانا فيها وبدانا ايه؟ بدانا نحل ونركب، وده طبعا شيء جيد. بعد كده احنا شرحنا مع بعض الكابينه الرئيسيه وازاي انا بعمل عمليه اداره او تشغيل للمحرك، وشرحت لكم دلوقتي واتكلمنا على التربو تشارجر او الشحن التوربيني، وقلنا ان احنا قدام تربو تشارجر فري حر، مفيش اي اتصال ميكانيكي بينه وبين المحرك غير مدخل العادم. قلنا الجزء المواجه للعادم اسمه ايه؟ توربين، اللي بيشتغل بالعادم الناتج من المحرك، والجزء الخلفي له الكمبريسور اللي بسحب الهواء من خلاله وبيتم ضغطه عن طريق الانتر كولر المبردات. ليه ببرد الهواء؟ يزود الكثافه، عشان بزود كثافه الايه؟ الهواء. طب ايه اللي قلل كثافته؟ ايه اللي خلقه؟ ان درجه حرارته ارتفعت لان ضغطته، يبقى انا بعمل له عمليه تبريد وبضغطه للمحرك، وده من ضمن الاسباب اللي بترفع عندي الاتش بي، اللي هي الاتش بي اللي هي ايه؟ الهورس باور او القدره الحصانيه. جميل. طيب اتكلمنا برضو دلوقتي من شويه على مكونات كابينه رقم اثنين كوضع، واتكلمنا على الثلاث مراحل اللي بيتم فيهم فلتره الهواء. حصل. قلنا اول مرحله من خارج القاطره الفي سكرين، الفي سكرين، وطبعا احنا قلنا ليه في؟ هي ده شكل في وسكرين نسبه لانها شبكه. بعد كده بدخل للداخل بتقابلني ايه؟ الفلاتر الحلزونيه اللي بتخلص من الاتربه. بعد كده طب مين اللي بياخد الاتربه من القاطره وهي ماشيه؟
مين اللي هيسحب التراب بقى؟ انا دلوقتي خلاص اتخلصت من الاتربه، موتور طار الاتربه، برافو عليه. بعد كده بدخل على المرحله الثالثه والاخيره اللي هي الايه؟ الباجي فلترز، اللي هي بتعمل لي عمليه تنقيه نهائيه من ايه؟ من الغبار. يبقى انا كده ضمنت ان الهواء اللي داخل للمحرك نقي تماما، لان دخول غبار للمحرك يترتب عليه مشاكل كتير هنتكلم عنها ان شاء الله في وقتها. تمام. بعد ما خدت الهواء من الفي سكرين والسبين فلتر والباجي فلتر دخلته للمحرك، عملت له ايه بعد التوربين وضغطته؟ تبريد. اصبح جاهز لعمليه الحريق او الكومباشن شامبر. بعمل عمليه الحريق ده للمحرك، محرك الاحتراق الداخلي. يبقى انا مهم عندي انا كراجل تقني او كراجل مهندس او كراجل فني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اتاكد ان الفلاتر بتاعتي نظيفه، التغيير بتاعها بشكل دوري. دايره الوقود نفس الحكايه، لابد ان دايره الوقود عندي مجموعه الفلاتر بتاعت الوقود، نقاء الوقود مهم جدا علشان اقدر احصل في النهايه على القدره الحصانيه اللي انا عايزها والافيشنسي او الكفاءه الاعلى للمحرك اللي انا بتعامل معاه. بالنسبه لنا اميز حاجه في المعهد ان احنا بنستطيع ان احنا نخرج طالب على مستوى عالي من الفكر العملي والنظري. بيكون عندنا طالب من اميز المعاهد في الشرق الاوسط، او يمكن المعهد الوحيد على مستوى الشرق الاوسط اللي بيخرج طالب حاصل على معهد عالي التكنولوجيا النقل. الطالب بيحصل على شهادة سواء سنتين اللي هو المعهد فوق متوسط، أو 4 سنين بيكون معهد عالي. إن احنا نخلي طالب بمثابة مهندس بمعنى صح تخصص سكة الحديد. عندنا معهد دلوقتي واكب جميع الشركات اللي هي موجودة في سكة الحديد الحمد لله. الطلبة بتاعتنا من أميز الحاجة المتوفرة لهم إنه هو بيكون 4 سنين أو سنتين بيشتغلهم، بيخلص بعد التخرج بتاعه سواء السنتين سواء ال4 سنين ان شاء الله. بيكون ليه الميزه ان هو بيتم التعاقد معاه تلقائي لحد مده معينه، بيتم تعيينه حسب الاجراءات والقوانين اللي خاضعه للهيئه الحمد لله. احنا عندنا ميزه ان احنا بنخلي الطالب مجرد ما يخلص في امكانيه ان هو يتم التعاقد مع شركات اجنبيه او الشركات اللي هي اساسا بالفعل قائمة بالمشروعات أو الأماكن اللي موجودة في سكة الحديد. بنخلي الطالب قدر المستطاع يواكب كل ما هو حديث في الهيئة.